السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في مثلا فورم جاهز عندنا وفي حد عايز يبعت كوبي من الفورم ده لشخص تاني، بس الكوبي دي هتبقى مختلفة تماما. يعني مثلا في دكتور معين عمل الفورم دي وظبطها وهيبعتها ان شاء الله للطلبة الخاصين بيه. نفس الفورم دي في دكتور تاني عايز يبعتها لمجموعة طلبة تانيين ويقدر يعلمهم لوحده، ومختلفين خالص عن الطلبة الخاصين بأول دكتور. هنبتدي ان احنا لو مثلا ده الفورم، هنبتدي ان احنا نضغط على علامة شير الموجودة فوق، وبعد كده هنلاقي في حاجة اسمها شير از اتمبلت. هنضغط بعد كده على جيت الينك تو دوبليكيت، هيبتدي يظهر لي اللينك نفسه وجنبها علامة الكوبي. هنعمل له كوبي وبعد كده هنعمل له بيست ونوديه للشخص اللي احنا عايزينه يبقى معاه كوبي من الفورم دي. لو احنا في اي وقت حابين ان احنا نعمل ديليت للينك ده، خلاص مش عايزين اي حد تاني يبقى معاه اللينك، نقدر نعمل ديليت من هنا، وقتها اللينك ده هيتشال خالص، والشخص اللي حتى معاه اللينك ده هيبتدي ان هو يقف، ومجرد ما يضغط عليه مش هيعرف يفتح. تمام. بس وان شاء الله كده دي طريقة سهلة علشان نعرف نعمل تشير للفورمز بيننا وبين بعض.